لا هتهتم من خلال من اتحاد خلالها الكرة، بالظبط. اتحاد الكرة انا او بقى لي وزارة بس الشباب. حضرتك يا كابتن حشيش وحضرتك بتتكلم ارضية الملعب، وتفضل يا كابتن حشيش. اللي طبعا الارضية صعبة جدا يعني ما تلعبش عليها طبعا كرة على الارض، الرمل دي ده خلي هتأثر. بالك، نعم رمل، رمل طبعا رمل عشان يداري العيوب يا اسامة. الكلام ده خلي بالك اتعمل قبل مباراة المقصة واسوان في الدوري، بدأوا يسففوا الملعب، كان فيه شوية مشاكل ومتباطة فبدأوا يسففوه قبل مباراة المقصة طبعا قبل الدوري. طب انت فين من فترة عشان تعمل بالك الملعب ده؟ خلي بالك يا اسامة معلش، وده برضو يعني هو كابتن اسامة طبعا مش بيهاجم، ولكن هو ده انتقاد للناس، لكن هم برضو الناحية المادية. خلي بالك الناحية المادية في نقطة عايز اقول عليها برضو، معلش فضل. في حاجة اسمها لجان بتعاين الملاعب. أيوة. وخصوصا لما يبقى ملعب يعني زي ده يعني السنه دي اول سنه في الممتاز، فلازم كان في لجنه تعاين، وكان ممكن نادي اسوان طلب مثلا مساعده او دعم، ان هو لانه ده لما بتلعب الممتاز غير ما بتلعب برضه الممتاز به، فكان لازم يبقى فيه طبعا دعم. بس معلش مع احترامي كل، وطبعا بنقول يعني الله يكون في عون مجلس اداره نادي اسوان، خلي بالك طبعا مجلس اداره نادي اسوان محطوط في يعني الله يكون في عونهم، هيجيبوا منين يصرفوا؟ معلش يا كابتن فتحي هيجيبوا منين يصرفوا؟ مش يعني النادي غير التدعيمات اللي عملها الفرقه. برافو عليك يا كابتن فتحي، هو ده اللي احنا عايزين نقوله. مش النادي. وبعدين السيد الوزير، وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي اعتقد